نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم آياته: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى محذرا من الفتن ومبينا لسبيل الخروج من هذه الفتن بقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالخروج من الفتن والنجاة منها يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأن تستمسك بالوحيين الكتاب والسنة على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واسمعوا وأطيعوا لمن والله الله سبحانه وتعالى أموركم، فلهم عليكم السمع والطاعة، وإن أساءوا فعليهم، وإن ولكم أي لكم الأجر الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الذين نالوا المطلوب ونجوا من المرهوب، فازوا بالجنة ونجوا من النار، فازوا بالحياة الطيبة ونجوا من خزي الدنيا والضيق والضنك في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من الفتن في القول والعمل والعقيدة والآراء الهدامة والنحل الضالة التي تصد عن دين الله وتؤدي إلى هلاك الدنيا والدين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودمعت منها أو ضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن والله سبحانه وتعالى أموركم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتن وبدع كثيرة لا أول لها ولا آخر، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوال. فالنجاة من الفتن ومن هذا الهلاك الذي عم وطم
يكون بالرجوع إلى الدين، بالاستمساك بالوحيين، بكتاب الله وسنة رسوله، بفهم أصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الفتن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا أي سابقوا أي أسرعوا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأن دينه رقيق وقلوب قلبه ضعيف بسبب المعاصي والانغماس في الشهوات واللذات المحرمة، ولذلك فهو يرتد عن دينه عند أول عقبة والعياذ بالله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا سوء حالي ومنقلبي، أنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا، والدنيا كلها متاعها قليل، الدنيا كلها متاعها قليل. فهؤلاء أو هذه الفتن هي والذي نفسي بيده تمهد لظهور الدجال الأعور الذي سيفتن كل من في الأرض إلا القليل ممن استمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرى كثيرا من المسلمين هذه الأيام يسارعون في الفتن من أجل أوهام، فما بال إذا جاء الدجال الأعور بكنوز الدنيا تتبعه كيعاسيم النحل، ماذا سيفعلون؟ سيتركون كل شيء ويلهثون وراءه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحذرنا من فتنة الدنيا: من والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع المر والحصيد المشؤوم والحصاد المشؤوم الذي نعاني منه هذه الأيام. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبرنا عن فتن بين يدي الساعة، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل للقتل. وفي رواية: القتل القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. هرج قتل في كل مكان، فوضى على قدم وساق، المسلمون ينحرون بعضهم بعضا في بلاد المسلمين بأسماء غر بهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى وصل بهم سوء المآل والمنقلب أن ينحروا أنفسهم من أجل لعب ولهو، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى من كان السبب في هذه الفوضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهره ويشل أركانه ويشل لسانه ويرينا فيه وفي ذريته ما يثلث صدور المسلمين. فعليهم جميعا من كانوا السبب في هذه الفوضى، عليهم من الله ما يستحقون، ونسأل أن يعاملهم بعدله ولا يعاملهم بفضله ورحمته. ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. القتل من أجل القتل، القتل لمجرد القتل. أوغل في القتل، أكثر في القتل، خاصة إذا كانت الدماء مسلمة فلا تبالي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقبض العلم بقبض العلماء الربانيين الذين أقاموا دين الله في أنفسهم وزهدوا في الدنيا وعملوا لما عند الله سبحانه وتعالى، فإذا قبضوا ظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا لم يبق في الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع الأليم الذي نحياه،
أن الناس اتخذوا رؤوسا جهالا يسألونهم ويستفتونهم في الدماء والأعراض والبلاد والأموال، فأفتوا بغير علم بجهل وهوى وشهوة، فضلوا وأضلوا عليهم من الله ما يستحقون. وقد ظهرت الفتن حتى التشكيك في الدين في أصوله وفروعه، في أركانه، في كتابه، في سنته، في رسوله، حتى في الله سبحانه وتعالى. أصبح الآن يستهزأ بكل شيء، ليس هناك خطوط حمراء كما يقولون، استهزاء بكل شيء، بالكتاب والسنة والرسول والقرآن وأركان الإسلام وأركان الإيمان بكل شيء. وهذا بسبب ظهور الجهل وهوان الدين على الناس، مما أدى إلى ظهور القتل والفوضى في كل مكان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت له: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت له: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر، يعني يستدلون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم بدع أو معاصي، وعندهم بدع أو معاصي، كما ظهر في كثير من دول الإسلام مثل دول بني أمية وبني العباس وبني عثمان، كانوا يقيمون الإسلام في الجملة والراية المرفوعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والشرع المتحاكم إلى شرع الدين، شرع الإسلام، حتى لو كان على مذهب من مذاهب المسلمين، ولكن الراية المرفوعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والشرع مقام في كل بلاد المسلمين. ولكن هناك دخل بدع ومعاصي وظلم وغير ذلك، ولكنه في الجملة خير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قلت له: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم. قلت له: ما هو؟ قال: دعاة على أبواب جهنم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. رؤوس الفتن والضلالة، رؤوس الفتن والضلالة، الضلال الجهال الذين يفتون الناس بغير علم، رؤوس الفرق الضالة المنفلتة المنفلتة عن دين الله، يفتون الناس بغير علم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، أي لا تفارقهم. فقلت له: يا رسول الله، فإن لم يكن، أي للمسلمين، فإن لم يكن للمسلمين يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق جميعا، فاعتزل تلك الفرق جميعا، ولأن تموت وأنت عاض بأصل شجرة، يعني خير لك من أن تتبع هؤلاء. فكل هذه الفرق فرق ضلالة ورؤوسها دعاة، ولكن على أبواب جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا منهم جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقد ألقي الشح والطمع في قلوب العباد حتى منعت الصدقات والزكوات المفروضات، وطمع الإنسان فيما ليس له به حق، وكثرت الفوضى وسفكت الدماء ورفعت الأمانة، فلا تكاد ترى أمينا، وينام الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم، فتقبض منه الأمان، حتى يصبح الناس يتنادون: إن في بني فلان رجلا أمينا. من قلة الأمناء، من قلة الأمناء ينادى: إن في بني فلان رجلا أمينا. وترى الرجل فتقول: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وليس في قلبي حبة خردل من إيمان. هذا الأمر واقع، وللأسف أكثر بين من يدعي الإسلام، ما تجد عندهم أمان، لا تجد عندهم أمان، يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يتحرك لهم ساكن،
سواء كان أموال مساجد أو أموال يتامى أو أي شيء يأكلونه دون مقابل. والله لقد عانينا الأمرين من كثير من الذين يعملون من المسلمين في مجال المقاولات أو غيرها، يأكلون الأموال ولا يؤتون ما عليهم، وهم يعلمون أن هذا مسجد ومدرسة لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كانت تجارة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيصبح الناس يقولون إن في بني فلان رجل الأمين من قلة الأمناء جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يبين لنا شرح هذا الحديث في حديث آخر يقول بين يدي الساعة سنوات خداع، بين يدي الساعة سنوات خداع يصدق فيها الكذاب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الفويزي الحقير يتكلم في أمر العام في أمر الناس، يتكلم في أمر الناس، يصير وزير ورئيس وزراء وغير ذلك، وهو إنسان أو عضو برلمان، وهو إنسان رويبضة تافه ليس عنده شيء لا من علوم الدنيا ولا من علوم الآخرة، وهو يتكلم في أمر العام، يتكلم في أمر الناس. فأي فساد ودمار وهلاك ينتظر المسلمين على أيدي هؤلاء. ومن الفتن العظيمة التي ظهرت فتنة المال، حتى أنه لم يسلم منها أحد إلا القليل، وحتى أن الرجل لا يأبه من أين يأخذ المال، من حله ولا من حرامه. الحلال هو محل في يديه، هذا هو الحلال. جاء من ربا، جاء من رشوة، من كذب، من خداع، من أكل مال يتيم، من أكل أموال الباطل، هو حلال ما دام قد حل في يديه. فلا ينظر هذا المال من حلال أو حرام، مش مهم. وإذا أكل الناس الحرام وظهر ذلك في أخلاقهم ودينهم وفي ذريتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أكثر الناس هذه الأيام قد نبتت لحومهم من حرام، إلا من رحم الله، إما من ربا، وإما من كسب خبيث، وإما أكل مال يتيم، وإلا أكل مال الناس بالباطل، أو غير ذلك من المال الحرام، وهم لا يتحركون. ما دام الناس في أيديهم خلاص مش مشكلة. واعلم أيها المسلم، واعلم أيها الرجل، وليعلم كل أحد أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالناجي هو الذي اكتسبه من حلال وأنفقه في أوجه الخير، والخاسر هو الذي اكتسبه من حرام ولو أنفقه بزعمه في أوجه الخير. فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى عما يصفون. فاحذروا الفتن واجتنبوها، وقد كثرت والله الفتن لكل شيء، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو حتى في الاعتقادات، في كل شيء ظهرت الفتن. فالنجاة النجاة في الكتاب والسنة، فعليكم بالاعتصام بهما حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. فاحذروا الفتن واجتنبوها، فإنها إذا ظهرت عمت وطمت، وأصاب شؤمها وعقابها ووبالها كل أحد. قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا ظهرت الفتن أصاب شؤمها ووبالها وغمها كل أحد، الصالح والطالح. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون والله ما علمنا تأويل هذه الآية، أي مآلها، وهو قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالوا لم نعلم تأويل هذه الآية حتى وقع لعثمان بن عفان أمير المؤمنين ما وقع على يد كلاب أهل النار
على يد كلاب أهل النار من الثوار الذين قتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقرأ القرآن، شيخ كبير عمره كان 83 عام، لم يشفع له شيء عند هؤلاء الكلاب، لم يتشفع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زواجوه من ابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا إنفاقه لجيش العسرة، ولا شرائه لبئر الرومية وإنفاقه، ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين أنفق على جيش العسرة قال يعني افعل ما شئت فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك، أو كما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، جهز جيش العسرة بمئة من الإبل، ثم مئة ثم مئة، ثم أتى بألف دينار ذهب وصبه في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه صار مثل قطعة القمر من الفرح، وقال ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، لم يشفع له أي شيء عند هؤلاء الكلاب الثوار، فقتلوه ونحروه في بيته بعد أن حاصروه ومنعوا عنه الطعام والشراب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قبورهم عليه النار، فنحن نعيش في أثر في شؤم هذه الفتنة إلى يوم الناس هذا. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قلت يا قد فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فقلت لها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون المؤمنون؟ قال نعم قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر أهل البدع والإجرام والفوضى، إذا كثر أهل المعاصي والكبائر والإلحاد، فيوشك أن يعم العذاب الجميع الطيب والخائن والصالح والطالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين والمسلمين بحفظه الذي لا يرى ويكلأنا بعينه التي لا تنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بعض الفتن التي ستكون بين يدي الساعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وجميع المسلمين منها، والوقاية من هذه الفتن يكون بالتمسك بالوحيين، بكتاب الله وسنته، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كن على المنهج الصحيح، كن من الفرقة الناجية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل الفرق فرق نارية في نار جهنم، إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الغر الميامين. فعلينا أن نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه، نتعلم الدين حتى يكون ديننا مقبولا عند ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا عند وقوع الفتن العامة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة والأمر لنا لكل أمتي كن حلس بيتك. إذا وقعت الفتن العامة كما نرى كن حلس بيتك، حلس يعني في بيتك لا في غيره، كأنك وبيتك شيئا واحدا، كن حلس بيتك. وقال أحد الصحابة اغلق عليك باب وليسعك بيتك، اغلق عليك بابك وليسعك بيتك. هذا الأمر بالفتن،
لا تستمع الى اولئك لا تستمع الى اولئك المهيجين هؤلاء المجرمين. لم نرى احد منهم قد اصيب بجرح ولا فقدت عين احد من اولادي ولا هو مات وارحنا. الذين يهيجون الناس ويثورونهم ويقتلونهم ويخرجونهم من البيوت الى هلاكهم، يسوقون شباب المؤمن شباب الامه الطاهر الى منحره بغير ثمن بغير ثمن، طاعه للشيطان طاعه لشياطين الانس والجن. فنسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتجنب المسلمين الفتن وشرورها، وكذلك الاكثار من الصلاه وفعل الطاعات وترك المنكرات. عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فزعا من النوم يقول: سبحان الله، ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن. كان الفتن لا علاقه بكثره المال، كلما كثر المال كلما كثر التنافس عليه، ثم كثر الفتن وسفك الدماء وهتك الاعراض وانتشار الفوضى. دائما انتشار الثروه والمال يؤدي الى انتشار الفتن، ومن قرأ التاريخ وتتبعه يرى صدق ذلك في صفحات التاريخ القديم والحديث. قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فزعا يقول: سبحان الله، ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ امهات المؤمنين، يعني كي يصلين يقمن الليل، ولكن لو اخذ الفتن افزع الى الصلاه، افزع الى طاعه الله، فتش في نفسك عن اي طاعه مقصر فيها فاتها، واي معصيه قائم عليها فانتهي عنها. من يوقظ صواحب الحجرات فرب كاسيه في الدنيا عاليه في الاخره. ولعظم هذا الامر امر الفتن امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه في كل صلاه، فامرنا ان نتعوذ من اربع: اعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنه المحيا والممات، وفتنه المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتعوذ دور الصلاه، يعني بعد ان تقرا التشهد، بعد ان تقرا التحيات، تعوذ بالله من اربع واجعلها من واجبات الصلاه. بعض العلماء مثل طاووس بن كيسان كان يعتبرها من اركان الصلاه، انه يتعوذ من اربع: اللهم انا اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. فتعوذوا بالله من الفتن، فوالله قد كثرت، ولا يغرنكم من الاسماء البراقه التي يسمونها. فدائما الباطل يزينونه باسماء براقه دائما، لان هذه شغله الشيطان، شياطين الانس والجن يزينون المعاصي، يزينون المعاصي والشهوات واللذات والكفر والشرك دائما، يسمونه اسماء جميله: حريه، اخاء، مساواه، يسمون الزنا رقيق ابيض، والخمر يسموه مشروبات روحيه، يعني حاجه بتبسط الروح يعني. فهذا هو دائمهم وديدنهم. ولكن اذا رايت الرجل يزكي نفسه او ما يملك باسماء فخذ حذرك منه، لان فينا يعني التزكيه: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فهؤلاء الناس الذين يزكون هذه المنكرات وهذه الكفريات والشركيات والفوضى باسماء براقه لا تنخدعوا بهم. قيسوا دائما اي عمل اي قول على الكتاب والسنه، وافق الكتاب والسنه فاهلا به وسهلا، فان لم يوافق الكتاب والسنه فاضربوا به عرض الحائط. كائنا من قال به، كائنا من كان من قال به، ايا من كان قد قال به. ليس هناك وزن الا الكتاب والسنه، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انه ليس على الكتاب والسنه، هذه اعمال صالحه ولكنها غير موافقه للكتاب والسنه، فتكون يوم القيامه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. علي بن أبي طالب والصحابة يقولون نزلت في أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله وغيروا في دين الله. فكن على حذر ولا تعمل إلا على بصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى الرسول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم على الكتاب والسنة حتى تمر تدخل الجنة، ولا يغرنك هؤلاء المغرورين، لا يغرونك من نفسك ولا من دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه الذي لا يرام، ويشفعنا بعينه التي لا تنام، يحفظ المسلمين وبلاد المسلمين من كل شر يراد بها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فكن في نحره واجعل تدميره تدبيرا. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تدع منهم أحدا، وأرنا فيهم آيات جبروتك وانتقامك يا قوي يا عزيز يا جبار. وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.